خرجت مظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى مختلفة احتجاجا على قانون يطلق عليه الأمن الشامل، يتضمن مادة تنص على فرض عقوبة بالسجن والغرامة المالية على الصحفيين ووسائل الإعلام التي تبث صورا لقوات الأمن أثناء قيامها بعملها. ويقول منظم المظاهرات إن هذا القانون ينتهك الحريات الإعلامية، بينما تقول الحكومة إن المادة التي تنص على ذلك في القانون تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي. ويترافق هذا الجدل مع نشر صور لكاميرات المراقبة تظهر عناصر من الشرطة وهم يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول إفريقية. إذن هذه الصور المباشرة لهذه المظاهرات إذن التي انطلقت على ما يبدو قبل قليل في العاصمة الفرنسية.